بعد سلسلة اتفاقات بين مصرف لبنان وجهات محلية ودولية، انطلقت المبادرة الوطنية لكفاءة الطاقة والطاقة المتجددة ناريا، وتهدف المبادرة إلى تأمين قروض بفائدة 0% ومنح لدعم المشاريع البيئية في لبنان. مين اللي بيستفيد من حوافز مصرف لبنان؟ أولاً في عنا كل شخص حابب يشتري سخان شمسي بيستفيد من قرض لفترة 5 سنوات بفائدة 0%، ويستفيد أيضاً من دعم من الدولة بموجب المرسوم 59 قيمة $200 لكل سخان شمسي. أكثر من 15,000 استفادوا من قروض السخانات الشمسية، بينهم حوالي 5,000 استفادوا من دعم وزارة الطاقة ب $200 بموجب المرسوم 59 على 2010 لدى شراء سخانات حائزة على شهادة جودة من المركز اللبناني لحفظ الطاقة، ما حرك بالتالي صناعة السخانات الشمسية في لبنان. بيستفيد كل صاحب مشروع حابب يدخل جانب بيئي في مشروعه أو جانب طاقوي بموجب قرض محفز من مصرف لبنان بفائدة 0%، بيستفيدوا من منحة من الاتحاد الأوروبي. هالمنحة تحددت إما 5% من قيمة القرض أو 15% من قيمة القرض. 109 مشاريع بيئية قيمتها $510 مليون استفادت من حوافز مصرف لبنان لوصلت ل $262 مليون. نحن مستشفى بيهتم بتوفير الطاقة، عملنا هالباركينج غطيناه بفوتوفولتايك بانلز. مفروض هالمشروع هيدا ردينا حقه ب6 سنين، وخلال 19 سنة بيكون عندنا حوالي 200 ميجا وات طاقة مجانية. فاتورة الكهرباء ممكن كتير يتوفر حوالي $60,000-$70,000 سنويا. تقدم لبنان في هذا المجال جعله الدولة الأولى في العالم في تقديم حوافز للأبنية التي تصنف خضراء، وهالحوافز لا تقتصر على دعم كلفة الجانب البيئي من المشروع، بل كلفة البناء الإجمالية أيضا. وكل ما زاد نقاط اللي بيسجلها لياخد تصنيف بيئي، كل ما بزيد نسبة قرض اللي ممكن ياخده من مجمل كلفة العمار، بتبلش من 15% لتوصل ل 45%. أول مدرسة بلبنان وبالشرق الأوسط كمدرسة أخذنا الليد سيرتيفيكيشن. بالليد سيرتيفيكيشن في نوع من الكريتيريا أو مواصفات مطلوبة لحتى أنت تنفذها خلال التصميم وخلال التنفيذ. تتوفر طاقة، بدك تعزل بناية منيح، تحط حيطان تحط فيها عزل، بعدين نوع الإزاز كبرنا مساحات الإزاز لنفوت إنارة طبيعية هيك لنوفر كهرباء للإنارة، جهات تضربها الشمس حطينا مثل هودي الموانع ما بيخلي الشمس تفوت لجوا بس بيخلي النور، هيك بنوفر حرارة بقلب الأوض، بنوفر طاقة للتبريد. هذا مثل. موافقة مصرف لبنان على إعطاء هذه الحوافز تقترن بموافقة المصارف التجارية على الناحية الائتمانية والمستشار الهندسي على الناحية الهندسية والال سي سي على الناحية التقنية. والهدف من مبادرة ناريا ليس حل أزمة الكهرباء، بل المساعدة على تخفيض فاتورتها.